بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الجمع الطيب المبارك، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح فاروق حمودة، فليتفضل فضيلته مشكورا. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فقد استأذن عيينة بن حصن الفزاري على عمر. عيينة رجل من الأعراب، وكان في خلقه جفاء وغلظة في الطبع، فلما استأذن دخل على ابن أخيه الحر بن قيس وقال له: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. جاي بواسطة عشان يدخل على سيدنا عمر. الواسطة سيدنا الحر بن قيس، والمستأذن الذي يريد الدخول على عمر هو عيينة بن حصن. فاستأذن الحر أمير المؤمنين عمر ليدخل عليه عيينة، فأذن له. فلما دخل عيينة على أمير المؤمنين عمر قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. طبعا الكلام ده لو مع أي مسؤول يجلس على كرسي لن يصل إلى عمر، مهما كان هو لن يصل إلى عمر. أقصد عمر يعرف عنه، بعض الناس يقول عمر شديد، والكلام غير منضبط، وأنا أقول إن عمر شديد في الحق، فالشدة في غير محلها عيب. لما دخل عيينة قال ما قال. يقول الحر: فهم عمر أن يضربه. الأستاذ جلال الله يرحمه، من مخالطتي له تعلمت منه طول البال، بل طويل. فلما أراد عمر أن يضرب الرجل قال الحر: فقمت بينه وبين عمر، يعني وقفت بينهم الاثنين عشان ما يضربوش، وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا يا أمير المؤمنين من الجاهلين. فماذا فعل عمر؟ أيضربه عمر؟ بعد أن ذكره الحر بكلام الله لرسول الله. يقول الحر:
والله الذي لا إله غيره ما جاوزها عمر حين سمعها وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. انتوا عارفين خلاصة الكلام، ودي قناعتي أنا عشان ما بفرضهاش على حد، قناعتي أنا اللي أنا مقتنع بيها. الخلاصة، خلاصة الكلام في الأستاذ جلال إنه كان مؤدب لا صاحب شهادة ولا صاحب كرسي ولا هو من عيلة، ولكن ما يمتاز به أنه كان مؤدبا. اسمع الحبيب وهو يقول: أحسن حاجة تورثها الميراث الذي تتركه لولدك لا مالا ولا جاها ولا منصبا ولا كرسيا، ولكن أن تعلم ولدك وأن تربيه على الخلق الحسن. قال صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا خيرا من خلق حسن. الأخلاق الحسنة، تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انقاد وسمع له الناس، لما سمع له الناس؟ لم يسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لطراوة كلامه ولا لعذوبة ألفاظه. فمن الممكن أن أكلمك في خلق وأنا بعيد عنه كل البعد، ولكن المهم الأدب. جاء واحد يسمى ثمامة بن أثال الحنفي إلى المدينة، هو قادم من اليمن إلى أن وصل إلى مدينة رسول الله. أتدرون لماذا؟ لماذا جاء ثمامة من اليمن إلى المدينة؟ جاء لمهمة واحدة، أن يقتل رسول الله. الأستاذ جلال كنت ممكن تقعد معاه في مشكلة وتلاقي واحد يزج بالكلام كده، والله كأنه لم يسمع. برضو دي قناعتي، ما بفرضهاش على حد عشان ما حدش يقولش لا، قناعتي اللي أنا مقتنع بيها. سيدنا ثمامة، أنا بقول ثمامة، سيدنا ثمامة لأنه أسلم بعد كده. سيدنا عمر، عمر هو عمر، المشاكل كلها في عمر. ليتنا نجد عمر، ليتنا نجد عمر. عمر دخل المسجد فرأى ثمامة. لازم تكون لماح، لازم تكون فطن كما كان رحمه الله. تفرس في وجه ثمامة فرأى فيه شرا. كنت أقول له: أستاذ جلال الوضع ده، الوضع ده يقول لي حاجة معينة، وكما يقول سيدنا عمر لما رأى ثمامة أمسك به وربطه على سارية من سواري المسجد، ربطوا على عمود. النبي دخل صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا مربوطا مقيدا موثقا على عمود من أعمدة المسجد. ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا ثمامة بن أثال الحنفي جاء لقتلك. تخيل معي أنت، بالله عليك تعمل إيه؟ لما تلاقي عندك رجالة صحية يقظة واخدين بالهم منك يحرسونك ليلا ونهارا، مفيش حد يوصل لك، وبعدين يوصل الواحد جاي لقتلك،
ويربطونه بالبلد كده، يربطوه على عمود المسجد. رجالة تمام، لا تستكثر، اوعى تستكثر بالرجالة، لا، العبرة مش في العدد، العبرة في الأدب، العبرة في الأدب. فسيدنا عمر بعد ما ربط والنبي دخل قال: ما هذا؟ قالوا: هذا ثمامة بن أثال الحنفي جاء لقتلك. يعمل ايه؟ ودوه ورا الشمس. انا لحد دلوقتي ما اعرفش ورا الشمس دي فين، كلمة بتسمعها كتير، ودوه ورا الشمس. الانتقام للنفس ضعف، الانسان اللي بينتقم لنفسه ضعيف، واللي يحس انه من جنس الشيخ خالد كان بيقول: ولقد كرمنا بني ادم. احنا كلنا بني ادم، ما فيش واحد فوق وواحد تحت الا في الماديات يعني، لكن في الاخره درجات بقى. سيبك من الكلام ده كله لانه مش هيجرى عند ربنا. سيدنا ثمامه النبي عليه الصلاه والسلام نظر له كده وقال ايه: خلوه مربوط لما اشوف هعمل فيه ايه. دي اخلاق؟ لو النبي قال كده انا هعمل كده وانت هتعمل كده، واي واحد هيقول كده: استنى بفكر اشوف اعمل مع ايه، اشوف اعمل مع ال، واخدين بالكم؟ لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال: فكوا ثمامته. يعني ايه؟ حلوه. خدوا بالكم مع الاعتذار في اللي حقوله او عن اللي حقوله، بعض الناس ممكن يقعد في مشكله عشان يحلها يعمل مشكله، هو حافظ مش فاهم، ودي مشكله كبيره. ولما تقعد اجعل الله نصب عينيك، لانه هيحاسبك وهيسالك وهيوقفك. فكوا ثمامة. الصحابة فكوا ثمامة، ده جاء لقتلك، قال فكوا ثمامة. مش كده بس، لا، فكوا ثمامة وأطعموه واسقوه وأتوه بماء ليزيل عن نفسه تراب سفره. هاتوا له ياكل يشرب، وهاتوا له يستحمى كمان. ايه ده؟ انا ارى ان الخبل الذي نسمعه انما هو نتاج قله ان نسمع. ليست عندنا ثقافه ان نسمع. اسمعك وتسمعني. فكوا ثمامه، اطعموه واسقوه وأتوه بماء ليزيل عن نفسه تراب السفر ثم أتوني به. جابوا له كل وشرب واستحمى وظبط أموره، وبعد ما خلص خالص ما راحش للنبي، النبي اللي جاه صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه رسول الله قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ شوف فحوى الكلام بيشيل ايه في طياته. ما انا مش لازم اقول لك الكلام صريح كده، انت هتعمل ايه يعني؟ انت تقدر تعمل حاجه؟ بيقول لي النبي بقى، قول له: يا محمد، وركز في الكلام دلوقتي والكلام بعد شويه، يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم. انا هقول لك كده يا عم، ده انا عندي عيله وورايا رجاله تثأر لي تاخد حقي. ما شعرت مرة إن الأستاذ جلال بيستكسر بمن، أبدا أبدا. ها بيقول له: أنا وراي رجالة تاخد طاري لو قتلتني. طيب أدي واحدة. التانية قال له: وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني سبتني أمشي شكرا. الرجل نصح برضه يعني، شدوا إيه كده يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أطلقوا ثمامة، سيبوا يمشي. سيبوا يمشي ليه؟ لبعد النظرة، النظرة البعيدة اللي أنا وإنت وفي ناس كتير ما تاخدش بالها منها وتبص تحت رجليها.
بعد النظرة. لما تكون بقى عايز يعني كده لازم يكون عندك بعد نظرة. فسمامة مشي، سابوه يمشي لحد ما راح لباب المسجد وعاد يهرول حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله. الكلام الأول كان إيه؟ يا محمد. لكن دلوقتي لما النبي عليه الصلاة والسلام أثر القلب فجاء خاضعا للنبي عليه الصلاة والسلام، دي ميزة. قل من الناس من يجيدها فن المعاملة. إزاي يكون واحد قدامك ثائر وأنت تستوعبه بحسن خلقك؟ إنكم لن تسعون الناس بأموالكم وإنما تسعونهم بحسن أخلاقكم. المثل البلد بتاعنا لقيني ولا تغديني. قال: يا محمد، لقد كان وجهك من أبغض الوجوه إلي. ده بيقول الكلام ده للنبي. أنا قبل كده ما كنتش عايز أشوفك خالص، فما أمسيت إلا ووجهك من أحب الوجوه إلي. يا رسول الله، ولقد كان دينك من أبغض الأديان إلي، فما أمسيت إلا ودينك من أحب الأديان إلي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. إحنا هنلاقي نماذج الخير موجود. هنلاقي الأستاذ جلال؟ أقول لك نعم، لأن الأستاذ جلال إن رحل عنا بجسمه لكنه بيننا بيننا بخلق سيرته التي تتركها تخلفها وراءك هي أطول من عمر. لو عشت 100 سنة وكانت أخلاقك سيئة والله كما كأنك لم تعش سنة. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه أسلم وعمره 30 عاما ومات وعمره 36 عاما، ومع هذه المدة القصيرة إلا أن الله على لسان رسول الله خلد ذكرى 6 سنوات كفيلة، حسن الأخلاق كفيل بأن يخلد سيرتك العطرة على طول الزمان. عاش 6 سنوات مسلم. النبي قال فيه ايه؟ قال: لما مات ساعة اهتز له عرش الرحمن. 6 سنوات يهز العرش. ده احنا الواحد منا يعيش 70 80 سنة ما يتحركش حاجة خالص. سعد لما مات نزل 70 ألفا من السماء يشيعون جنازة سعد: إن لمناديل سعد في الجنة من استبرق خالص. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يشفع حسن الخلق ولين الطبع. الحلم يا أخوانا مش كده، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. يعني لو أنت عجول حاول تتعلم أن تكون حليما، لو أنت عجول حاول تتعلم التؤدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلم ما جاء في شيء إلا زانه، وما نزع من أمر إلا شانه، وإن الله تعالى يعطي على الحلم ما لا يعطي على العنف. إن الله رفيق يحب الرفق. أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته. اللهم اغفر له وارحمه، عافه واعف عنه، أكرم نزله ووسع مدخله،
واغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد، نقه يا ربنا من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارفع درجاته وحط عنه من خطاياه، يمن كتابه ويسر حسابه وارفع درجاته وألحقنا به على خير حال يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله تعالى خيرا، وشكر الله تعالى سعيكم جميعا. استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح فاروق حمودة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. أيها السادة، تقبل الله عزاكم وشكر الله سعيكم جميعاً.